متحدين نقف، متفرقين نسقط. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر ويهيم بأرجاء الدنيا كي يسعد فيها ويعمر. أولست ترى الإنسان بها دوما يتغير؟ ما أروع عقلا يستهدي، يسأل يتأمل يتفكر. فخواطرنا من تلهمنا نور الإحسان لما نبصر، وفضول العلم يدعمنا، وطموح الخير بنا يكبر. سنبوح بكل خواطرنا من جهل نتحرر، لحياة أكثر إحسانا نتأثر فيها ونؤثر. فلنتفكر.